أستاذ رشيد علوان، أستاذ الطب النفسي بكلية الطب والصيدلة وطب الأسنان بفاس، ومدير مشفى بن الحسن. كنضموا هاد النسخة الرابعة ديال لانفيرمي دو بسيكياتري دو لا سونتي مونتال، دونك سو كاتريام كونغري، دونك ابخي 3 إيديسيون بريسيدون دوبوي 2019. والموضوع ديال هاد السنة هو الموضوع ديال الممرض في الطب النفسي، في الصحة النفسية، دونك بلوتو ليستواغ دون بروفيسيون. وبالتالي في هذا المؤتمر، المؤتمر اللي كيشارك فيه مجموعة من الممرضين من مختلف المستشفيات الجامعية ومن مختلف المستشفيات بالمغرب، والهدف الأساسي هو التكوين المستمر للممرض، وكذلك باش نعرفوا بالطاش والدور الفعال ديال الممرض في العلاج ديال الامراض النفسيه. وكنعرفوا بان الممرض هو اللي كيبقى واحد الوقت، يعني وقت كبير مع المريض، وكذلك بانه يعني الدور ديالو واحد الدور اللي فعال. اذا هذا المؤتمر هذا اللي كيكون على يومين، دونك كنا بدا المؤتمر البارحه وهذا اليوم الثاني ديال المؤتمر، وكان عبارة عن ورشات بمشاركة من أساتذة كلية الطب، وكذلك مداخلة ديال الممرضين. واليوم هناك يوم كاين مجموعة ديال لي سيونس اللي كنطرقوا لمختلف المجالات، هناك الأمراض النفسية والأمراض العضوية والعلاقات بين هذا النوعين من الأمراض، كذلك التكوين والبرامج ديال التكوينية للممرض. وفي لابخي ميدي غيكونوا ان شاء الله عاوتاني المستجدات العلميه في الامراض النفسيه. اذا بالتالي هذا المؤتمر اللي كينظم هناك قسم الامراض النفسيه للمشفى الجامعي الحسن الثاني بشراكه مع المشفى الجامعي الحسن الثاني، وكذلك كليه الطب والصيدله وطب الاسنان بفاس. وبالتالي هذا عبر هذا المنبر هذا كنشكر الممرضين ديال مشفى بن الحسن، وكنشكرهم على المجهودات الفعاله، وكذلك بان لونغاجمون ديالهم في لتحسين دوك الظروف الصحيه للمرضى ديال مشفى بن الحسن. رشيده زوازو، موظفه باداره مستشفى ابن الحسن تابع للمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني. اليوم حنا في ثاني ايام لا 4e ايديسيون دو كونغري دو لانفيرمي اون سونتي مونتال سو لو تيم لانفيرمي اون سونتي مونتال ايستوار دون بروفيسيون. البارح كان مبرمج يعني مجموعه من لي زاتوليي دو فورماسيون مع لا سيونس دينيغوراسيون اللي شرفنا بحضوره السيد المدير العام ديال المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني والسيد الكاتب العام، كذلك لو دويان ديال لا فاكولتي دو ميديسين، وانا ايتي اون ريسي بار لا بريزونس ديال البروفيسور بناني. Aujourd'hui, donc, il y a des séances plénières, des séances plénières avec différents thèmes qui évoquent des travaux de recherche sur la maladie mentale. يعني كانوا محاضرين او كانوا ناس اللي قدموا من مختلف مدن المملكه، كاين ستات، كاين كلاس، كاين رباط، سلا، فيعني كاين واحد لاغيشيس في المحتوى اللي تيدل على ان هذا المؤتمر اللي غادي في النسخه الرابعه ديالو يعني مؤتمر اللي عنده مستوى علمي عالي جدا، وحنا فخورين انه يعني وصل لهاد المرحله هذه، وكنتمنوا ان هذه تكون فقط بدايه للمسيره طويله ان شاء الله. طبيعه الحال ما يفوتنيش اني نشكر الناس اللي سهروا على هذا المؤتمر او جنود الخفاء، يعني اللجنه التنظيميه ديال المؤتمر اللي كتجلى في مجموعه من العناصر اللي تتشغل بمستشفى ابن الحسن، كذلك لو باران كما سماوه لو باران ديال المؤتمر اللي هو بروفيسور علوان، اللي لولاه ربما هذه الفكره اللي كانت فقط فكره منذ سنوات تتروج في لي كولوار ما كانتش غتحقق على ارض الواقع. الشكر موصول ايضا للسيد الاستاذ نور الدين العالمي على يعني لو سوتيان ديالو لهذا المؤتمر هذا. كنشكر ايضا لا فاكولتي دو ميديسين في شخص السيد العميد الاستاذ سيدي عادل الابراهيمي، لانه لولا الجهود وتكاتف الجهود ديال هاد الناس هذه ما كانش هذا المؤتمر غادي يوصل لهاد المرحله هذه، فكنشكرهم جزيل الشكر. وبطبيعه الحال كنتمنوا انه يكون هذا المؤتمر كما قلنا بادره لما هو اكبر والواحد المستوى علمي في البحث العلمي متقدم ان شاء الله. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.